وهتبقى الأسئلة بنظام إن أنت ترفع إيديك، أنا هنده للي هو يسأل ونجاوب على الأسئلة، ولو في أي حاجة تانية بالنسبة للكورس ككل برضه ممكن إيه نناقشها مع بعض. تمام؟ هو الجزء الأخير مش كبير قوي، لكن هو طبعا مهم إن إحنا بنتكلم على الإكزوست فلو. طبعا زي ما أنتم عارفين إن السايكل عبارة عن ساكشن، وبعدين بتعمل كومبريشن، وإذا كان عندك سبارك إجنيشن بتعمل ساكشن للإير أند فيول، وبعدين تعمل كومبريشن للإير أند فيول، لكن لو كان عندك ديزل فبتعمل ساكشن للاير بس، وبعدين تعمل كومبريشن للاير، وبعد كده بعد الكومبشن بيديني باور، بعد كده بيحصل اكسبانشن مور ستروك، وبعد كده طبعا الاكزوست بروسيس زي ما هنشوف دلوقتي ان احنا بنتكلم على في سايكل جديده عايزين نبداها. فقبل ما نبدا السايكل الجديده لازم ان احنا get rid of the exhaust gases اللي موجوده، او البرودكت في كومبشن اللي موجوده جوه الايه؟ جوه السلندر. فزي ما نشوف بعد كده ان انا اعمل عمليه الاكزوست دي، فبفتح الاكزوست فالف، وبعدين بخلي الفلو يخرج، وببتدي احرك البيستون لفوق واخرج الفلو من جوه، او البرودكت في الكومبشن من جوه السلندرز. هنيجي نقول امتى بنفتح الفالف زي ما نشوف دلوقتي، وامتى بنقفل الفالف، وليه بنفتحه في التوقيت دوت، وهل في يعني اوبتيمم اوبننج واوبتيمم كلوزنج ولا ما فيش، ده برضو اللي هنتكلم عليه في المحاضره بتاعت النهارده. فزي ما قلنا الاكزوست فلو زيه زي الانتيك، هو بيتم في جزء من السايكل مش في السايكل كلها، وبالتالي انا بيبقى فاتح في 1 ستروك من 2 ريفوليوشنز، وكل ريفوليوشنز فيها 2 ستروكس، وبالتالي انا بفتح تقريبا ربع الوقت بتاع الايه بتاع السايكل كله، او اكتر شويه من ربع الوقت. فهي اتس نون ستيدي او ان ستيدي بروسيس. تمام؟ يبقى فيها بلسيشن، في فلو بيدخل، وبعد كده بقفل الفالف، وبعد كده بحرق، وبعد كده بطلع في اكزوست بيخرج، وهكذا. يبقى دي نون ستيدي بروسيس ثرو الايه اكزوست مانيفولد والاكزوست فالف. فهنا بتبدا امتى؟ بتبدا من اللحظه اللي انا بفتح فيها الاكزوست فالف. انا ما بفتحش الاكزوست فالف عند البوتوم ديد سنتر، بمعنى انا بفتح الاكزوست فالف قبل البوتوم ديد سنتر والبريشر جوه بيكون عالي، فالجازز اوتوماتيكالي بتخرج من الاكزوست فالف على الايه على الاتموسفير. فهيبقى لحظه فتح الاكزوست فالف هي دي لحظه الاكزوست فلو، ولحظه غلق الايه او الكلوزنج بتاع الاكزوست فالف دي اللي هو نهايه الاكزوست فلو. ف بنقول برضو ان انا ما بقفلش الفالف عند التوب ديد سنتر بالظبط، لا انا بقفل الفالف بعد ما البيستون بيتحرك لتحت شويه، يعني بيبقى الفالف لسه مفتوح والبيستون متحرك لتحت اثناء عمليه الايه السكشن، فبيبقى في اوفرلاب ما بين الانتيك وما بين الايه وما بين الاكزوست. طيب بنيجي نقول اللحظه اللي بفتح فيها البريشر بيكون عالي، فالبريشر مثلا بيكون في 4 5 بار، ده كافي ان هو يعمل عمليه دفع للاكزوست جازز اللي موجوده جوه بره السلندر، فدي بسميها عمليه البلو داون، يحصل بلو داون للجازز اللي موجوده جوه تخرج من ايه من قلب الايه من قلب السلندر. يبقى دي البلو داون بروسيس. بتبدا امتى وتنتهي امتى؟ بتبدا وقت ما الاكزوست فالف بيفتح، وقت ما بوصل للبوتوم ديد سنتر. يبقى دي الديوريشن بتاعتي اثناء الباور ستروك، بفتح قبل ما بوصل البوتوم ديد سنتر، وبتنتهي بوصولي للبوتوم ديد سنتر. بمعنى اخر لو انا بفتح عند 50 ديجريز بيفور البوتوم ديد سنتر، يبقى البلو داون ديوريشن هي 50 ديجريز. اوكي؟ يبقى هنا بتقول ان دي occurs at the moment of exhaust valve open during the power stroke. والبريشر بيبقى higher than atmospheric والflow first is choked. كلمة choking دي معناها ان انا بوصل للسونيك سبيد.
لان انا لما باجي افتح الفالف بتكون الفتحه في الاول صغيره جدا، فبتخلي الفلو بيحصل له تشوكينج، يعني بوصل لايه لسونيك سبيد. احسبها ازاي؟ ايه سكوير روت اوف كي ار تي تي اوف ذا اكزوست جازز عند الوقت اللي انا بفتح فيه الاكزوست فالف. طيب بيحصل التشوكينج ده امتى؟ لو نرجع للفلويد ميكانكس، اعتقد اللي هو الكورس بتاع الابلايد فلويد ميكانكس، هتلاقي ان انت عندك فيه معادله بتوصلني للسونيك سبيد، اللي هي لما يكون البريشر ريشيو ليه قيمه معينه فانكشن في الكي. طب السونيك سبيد بتساوي ايه؟ بتساوي سكوير روت اوف كي ار تي. طبعا هنا بنتكلم على التي اكزوست والسي اكزوست، يعني المفروض سي اكزيت ودي تي اكزوست، تمام؟ طيب الديوريشن بتاعتي بتتراوح ما بين 60 ل 40 تقريبا، وبالتالي يبقى دي التوتال ديوريشن بتاعت البلو داون. البلو داون زي ما قلنا بتنتهي عند البوتوم ديد سنتر، البريشر بيبقى في 4 5 بار، والتمبتشر في اراوند اي 1000 ديجري سيلسيوس، يبقى السونيك سبيد سكوير روت اوف كي ار تي اللي هي 1000 بلس 273، يبقى دوت الايه السونيك سبيد تقريبا عند الكونديشنز دي. وزي ما قلنا هنا بقى الريشيو ايه، بيحصل تشوكينج للكلام ده، بوصل للسونيك سبيد لما البريشر ريشيو بتبقى اكبر منها وبتساوي كي بلس 1 اوفر 2 تو ذا بار كي اوفر كي ماينس 1. ولو خدنا طبعا كي 1.4 او 1.35 لو تمبتشر عاليه، يبقى بنقدر نعرف الايه الكونديشن بتاعت الايه بتاعت اللي هو التشوكينج او سونيك سبيد. طيب بنيجي للاكزوست تمبتشر يا شباب. طبعا هو عشان يعني مش هنتفاعل مع بعض قوي، هنيجي نتكلم درجه حراره الاكزوست مش هي درجه حراره الغازات لما بفتح الاكزوست فالف. ليه؟ لان انا لما بفتح الاكزوست فالف بيحصل عمليه اكسبانشن زي ما نشوف بعد شويه في الايه في البي في دياجرام، بيحصل اكسبانشن للاتموسفيريك بريشر، يبقى بالتالي ال extrapolation او البروسيس بتفضل ماشيه لغايه الاتموسفيريك بريشر، وهنشوف بعد شويه، ويبقى هي دي التي بتاعت الاكزوست جاز، لان الاكزوست جاز كلها حصل لها اكسبانشن للاتموسفيريك بريشر، وبالتالي ديت اللي اقدر اجيبها بال اللي هي الايكويشن بتاع تي اكزوست بتساوي تي عند اكزوست فالف اوبن تايمز بي اكزوست، والشيء اللي طبعا دي تقريبا في حدود يعني الاتموسفيريك بريشر. طبعا هنا ب البريشر ريشيو تو بار كي ماينس 1 اوفر كي. لا مش عارف في حد بيحاول يسجل، انا بسجل المحاضره يعني. طيب بعد كده البلو داون فور اوتو سايكل، هنيجي نبص البلو داون لما نيجي نشوف هنا الباور ستروك، تمام؟ لو سي انا بفتح في النقطه دي فبيحصل بلو داون من هنا لغايه الايه الباتوم ديد سنتر، وبعد كده الاكسبانشن بيفضل يستمر لغايه لما بوصل للكونديشنز دي، يبقى هي دي النقطه اللي عندها التمبتشر بتساوي تي اكزوست. طيب السؤال اللي انا عايز اساله هجاوب عليه، ان انا هل هي دي فعلا الاكشوال تمبتشر ولا مش هي؟ هنيجي نقول الجازز وهي خارجه فيها انثالبي فيها كاينتيك انرجي، تمام؟ طيب الانثالبي بتاعتي بتوصلني للتي اللي انا بحسبها بالايه؟ بالايزنتروبيك ايكويشن، سواء من 3 لغايه النقطه دي او من هنا لغايه النقطه دي. لكن الكاينتيك انرجي بتروح فين؟ الكاينتيك انرجي مجرد ما بفتح الفالف السرعه بتقل جوه المانيفولد، فالكاينتيك انرجي اوتوماتيكالي بتحصل لها كونفرجن لانثالبي هي كمان. يبقى بالتالي تي اكزوست الحقيقيه هيكون كمان اعلى من ديت، لان الكاينتيك انرجي اتحولت لانثالبي. طب احسب الكلام ده ازاي؟ اقول ان انا عندي الانثالبي بلس الكاينتيك انرجي هتساوي الانثالبي فاينل. الانثالبي فاينل هتساوي الانثالبي لما فتحنا او وصلنا للنقطه دي زائد الكاينتيك انرجي اللي هي هاف ام في سكوير، وبالتالي اوصل للايه؟ للاكشوال اكزوست تمبتشر. برضو يا شباب لو في حد عنده اسئله ممكن يرفع ايديه، وممكن طبعا نفتح الاسئله اثناء المحاضره، مفيش مشكله. انت عارفين الريز هاند موجود عندك تحت، بحيث ان انت تقدر تعمل ريز هاند وانا اقدر اشوف اوقف الكلام ويعني نشوف الاسئله بتاعتك شكلها ايه.
طيب في عندنا اتنين بيسألوا، محمد مجدي اتفضل يا حبيبي. بعد اذنك يا دكتور معلش عشان اتلخبطت، البلو داون ده اللي هو الاكزوست اصلا يعني دي انا مش تمام، فاهم. البلو داون دي هي بروسيس بتحصل امتى؟ بتحصل وقت ما بفتح الفالف. طب يعني ايه بلو داون؟ يعني انا مجرد ما بفتح الفالف ده البريشر اللي جوه بيبقى عالي، بيدفع اوتوماتيكالي الاكزوست جاز للايه؟ لبره. تمام؟ الديوريشن بتاعتها من اول ما بفتح الاكزوست فالف لغايه لما بوصل البوتوم ديد سنتر. يبقى النقطه اللي بفتح فيها لغايه لما بوصل البوتوم ديد سنتر دي بسميها البلو داون بروسيس. تمام؟ طيب. تمام لكم شكرا. العفو حبيبي. يبقى هنا بنقول بقى هنا ايه؟ في سؤال سالناه برضو في الاول خالص، وقلنا عمليه اللي الاوبتمايزيشن بتاعت البرفورمانس عشان تبقى فور وايدر رينج وفي ار بي ام محتاج اعمل شويه حاجات. من ضمنها ابص على الزمن بتاع فتح الاكزوست فالف. هل الزمن ده اثبته مع كرانك انجل ولا اغيره مع كرانك انجل؟ هنيجي نلاقي بنشوف هنا بيقول لك ايه؟ اكزوست فالف تو ايرلي، لو فتحت بدري عن اللزوم بيديني لوسز في الورك. ليه بدري عن اللزوم بيديني لوسز في الورك يا شباب؟ لان انا هنا بخرج ماس، فبالتالي الماس دي ما بتديش الورك اثناء الباور ستروك. يبقى انا فقدت ماس، الماس دي المفروض تديني ورك اثناء الايه؟ الباور ستروك، فانا دي فقدتها لو انا فتحت بدري زياده عن اللزوم. طيب لو انا فتحت ليت متاخر، تمام؟ هاي بريشر جاز ان ذا سيلندر ريزيست ذا اكزوست ستروك، يبقى بالتالي هيفضل في الغاز جوه عند بريشر عالي، وبالتالي الوقت ما ابتدي احرك البيستون من تحت لفوق عشان ازق الجازز دي لبره هبذل ورك، وبالتالي ده برضه هيتاخد من ايه؟ من السايكل، وبالتالي يديني نيجاتيف ورك يتسحب من البوزيتيف ورك بتاع السايكل. يبقى اذا لو تو ايرلي بفقد ماسك وبفقد ورك، لو تو ليت بفقد ورك عشان بيمانع عمليه الايه؟ الاكزوست ستروك. يبقى اذا في نقطه ان بتوين اللي هي بتديني الاوبتيمم كونديشنز. طب هل النقطه دي ثابته؟ لا طبعا مش ثابته، لانها بتتغير مع الار بي ام. كل ما الار بي ام بتتغير كل ما ان انا محتاج اعمل اوبتمايزيشن عند انجل مختلفه. يبقى بالتالي عشان اعمل اوبتمايزيشن للبرفورمانس بتاعت الانجن ككل، دي واحده من البارامترز ان انا اتحكم في فتح او زمن فتح الايه؟ الفالف مع كل ار بي ام. بمعنى اخر اقرا الار بي ام واظبط فتح الفالف عند الايه؟ الار بي ام ديت. يبقى بالتالي عمليه الكام شافت ما تنفعش. يبقى الموضوع لو انا عندي كام شافت يبقى انا مش هقدر اعمل اوبتمايزيشن الا عند كرانك، سوري، عند ار بي ام واحده بس. لان لو غيرت الار بي ام سواء كانت اعلى او لاوطة يبقى انا كده هبعد عن الاوبتيمال كونديشنز. عايز اخليني دايما عند الاوبتيمال كونديشنز يبقى انا لازم جيت ريد اوف ذا كام شافت وابتدي استعمل ايه؟ اكشويترز تفتح وتقفل الايه؟ الفالفات ديت، وبالتالي تتحكم لي في الوايدر رينج اوف اوبتيمم كونديشنز. يبقى اوبتيمم تايمينج ديبيندز اون انجن سبيد، ذيس ريكوايرز سوفيستيكيتد كنترول. يبقى بالتالي ات هاي انجن سبيد لازم الاكزوست فالف يفتح متاخر شويه، ولو عندي لو انجن سبيد لازم الاكزوست فالف يفتح بدري شويه. واضح الكلام ده؟ اي حد يا جماعه ليه استفسار مره ثانيه بقول يرفع ايديه، وما فيش مشكله ان احنا ايه يعني نستفسر اثناء المحاضره. طب اكزوست فالف شود بي لارج فالف، يعني ليه لارج؟ عشان يقدر يطلع الغازات من دون ما يكون في ريزيستنس عاليه، والفلو اريا زي ما نشوفها كده بنبص عليها وليها حسابات معينه، وبالتالي ان انا عايز اقلل التايم اوف بلو داون، كل ما الاريا وسعت كل ما طبعا التايم بتاعت البلو داون بايه؟ بيقل. ممكن يكون عندي طبعا اكتر من اكزوست فالف، زي ما احنا عارفين العربيات الجديده معظمها دلوقتي فيها اربع فالفات في كل سلندر، في 2 ان و 2 اوت، وساعات بيكون في 3 ان و 2 اوت، او يعني عدد الفالفات ما بقاش هو واحد بس دخول وواحد خروج، لا الفالفات اتغيرت. طبعا الاكزوست ستروك بتبدا من اول ايه؟ ان انا بزق، ودي اوكيرز اولموست اند كونستنت بريشر. من اول ما ابتدي احرك الايه؟ البيست اللي فوق، يبقى ديت ات كونستنت بريشر. اسامه. ايوه يا دكتور. اتفضل حبيبي. هو حضرتك قلت في الاول ان احنا في الاكزوست لما بيتفتح بيقفل بعد التوب ديد سنتر تقريبا. تمام صح.
تمام. هو حضرتك قلت البلو داون بيقف لحد التوب ديد سنتر. طب الحته لا اللي بعد البوتوم ديد سنتر. بعد البوتوم ديد سنتر ايه اللي بيحصل لما البلو داون بيقف؟ تمام. بعد ما البلو داون بيقف طبعا ما فيش فلو هيخرج الا لما احرك البيستون لفوق. تمام؟ تمام يا دكتور. يعني انا اول لما فتحت الفالف البريشر جوه عالي والبيستون بيتحرك لتحت، نتيجه البريشر العالي جوه السلندر الفلو بيخرج. تمام؟ اول لما وصلت للبوتوم ديد سنتر مفيش انيرشيا جوه تطلع لي الايه الجازز بره الايه بره السلندر، فبالتالي انا ببتدي احرك البيستون لفوق يبتدي يزق الايه الجازز اوتوماتيكالي من الفالف لغايه لما اوصل للتوب ديد سنتر، بسيب الفالف مفتوح كمان شويه وبعد كده وهو نازل يقفل الايه يقفل الفالف. يبقى التوتال ديوريشن زي ما نشوفها نقدر ايه نقدر نعرف هي مين. طب في عندنا اسامه وعبد العزيز. يعني كده يا دكتور بس معلش، بعد ما هو عمل بلو داون هيطلع برضه اكزوست بس ما سمعش بلو داون. ما سمعش بلو داون، دي الاكزوست بروسيس اللي هي او الاكزوست ستروك اللي هي من بدايه من بوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر. واضحه؟ دكتور بعد اذنك، يعني هو كده 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 الاكزوست ستروك بيبدا من اول ما بفتح الاكزوست فالف، بيضمن الحته بتاعت البلو داون من اول ما البيستون يطلع من البوتوم لحد التوب. تمام. طيب هو انا ببدا بلو داون وبعد كده اللي هو الستروك بتاعت الاكزوست. طيب هو انا ليه اصلا بفتحه من قبل البوتوم؟ يعني انا مش حضرتك قلت ان انا كده بضيع شويه ماس فبقلل الورك. برافو عليك. السؤال ده مهم. انا دلوقتي لما بفتح قبلي زي ما هنشوف بعد كده ان كميه الغاز اللي بتخرج من السلندر في البلو داون كتيره جدا جدا، بتوصل ل 70% من الماس اللي كانت موجوده جوه، فبالتالي الورك اللي انا ببذله اثناء حركه البيستون من تحت لفوق بتبقى قليله، فده بيحسن لي ان انا بقلل النيجاتيف ورك عشان اخرج الجازز من السلندر، فالجازز بتخرج اوتوماتيكال لوحدها. لكن طبعا الدروباك بتاعتها ان ده بيقلل شويه الايه الورك من النتورك، بس يبقى في نوع من البالانس قد ايه انا هوفر من الورك اللي ببذله عشان اخرج الجازز وقد ايه انا بخسر من الورك اثناء الايه البلو داون بروسيس. يعني الورك اللي انا هوفره عشان اعمل الاكزوست بروسيس، يعني بس يطلع من البوتوم لحد التوب، بيكون افضل ان انا افتح بدري شويه فاطلع في البلو داون. برافو عليك. تمام. بيحصل عمليه بالانس بين الاثنين. تمام. العفو. طيب يبقى هنا بنقول اكزوست ستروك زي ما كلنا بنشوف السايكل تقريبا بتبقى كونستنت بريشر وبيخرج ليه الجازز تقريبا عند بريشر اعلى شويه من الاتموسفير. طبعا هنا في بيحصل ريزيديوال جوه الايه جوه السلندر نتيجه طبعا انا بيبقى عندي الكليرنس فوليوم في الاكزوست جازز، وشفنا قبل كده ازاي نحسب الماسز بتاعت الريزيديوال جوه ايه السلندر. هنا بيقول فالف كلوزنج ستارت فيري كلوز تو توب ديد سنتر. تمام. وطب نتيجه الكام فهو بعد التوب ديد سنتر وبيكمل شويه عشان شكل الكام اللي هو البيضاوي ده بياخد وقت عباره ما ايه ما يعمل فول كلوزنج. يعني كلوزنج تيكس تايم تو دو ذا كام شافت سموث موشن فور وير ريزيستنس. طيب هنا بنقول اكزوست فالف ان انتيك فالف اوفرلاب فور ا بيريد اوف من بين 15 و50 درجه، بيبقى الانتيك مفتوح والاكزوست في نفس الوقت ايه مفتوح، وبالتالي بيحصل ايه ما نسميه الفالف اوفرلاب واتكلمنا عليه قبل كده. ده بينشا منه احيانا ريفرس فلو. تمام. ان الفلو بياخد اتجاه عكسي يخرج من الاكزوست فالف بطريقه معينه او يخرج من الانتيك فالف، وبالتالي دوت بيعمل بعض الفقد، سواء كان لو خرج من الاكزوست فالف اللي هو الفلو اللي داخل جديد يبقى الفيول بيخرج مع الاكزوست فبيبقى فيه لوس اوف فيول، او الاكزوست جاز بتدخل على الايه على الانتيك، واحيانا ده بيبقى مفيد احيانا لو انا الجاز دي بتسخن الانتيك وبالتالي بتعمل ايفابوريشن اسرع للايه للفيول. انتيك اير فيول ميكشر انتو ذا اكزوست ليدز تو بوليوشن، زي ما قلنا ده بيبقى فيه فقد الفيول، وطبعا ده بعتبره ان بيرند هيدروكربون خارجه معايا فده بيلوث الايه الجو. وبيبقى فيه هنا عندي لارج اكزوست ريزيديوال جوه السلندر. على فكره كنا اتكلمنا قبل كده على ان الريزيديوال جوه السبارك اجنيشن مقارنه بالريزيديوال جوه اللي هو الايه الديزل انجن.
فاكرين قلنا ان الاكزوست ريزيدوال في السبارك اجنيشن بيكون اعلى منه في الايه في الديزل. عارفين فاكرين السبب كان ايه؟ الار سي يا دكتور. برافو عليك، اللي هو الكومبريشن ريشيو. تمام، عندي كومبريشن ريشيو بتكون عاليه في الديزل، فبالتالي كليرنس فوليوم صغيره، فبالتالي بيبقى الاكزوست جازز قليل. وسامعي السيسر حاجه دكتور؟ معلش، هو الفالف اوفرلاب انا ازاي اقلله او امنعه اصلا ولا ما بعرفش؟ لا، هو ما تقدرش يمنعه لان ده مطلوب، يعني مطلوب ان انت ما تقفلش على طول عند التوب ديد سنتر وتفتح الانتيك فالف ايرلي، عشان فتح الانتيك فالف ايرلي بيساعد ان انا اسحب كميه من الجازز اكتر، وقفل الاكزوست فالف ليت برضه بيساعد ان انا get rid of the exhaust gas، وبالتالي بجهز الايه السايكل. ما ينفعش ان انا اقفل بدري، فبالتالي احبس شويه جاز جوه الايه جوه السلندر. هو معلش يا دكتور، مش الفالف اوفرلاب ده بيقلل لي الفوليومتريك افشنسي بتاعتي؟ بص، هو في حاجات كتير بتبقى ليها اللي هو الايه الايجابيات والسلبيات بتاعتها، تمام؟ من ضمنها زي ما انت بتقول كده، ممكن يقلل الفوليومتريك افشنسي، لكن بيحسن الايه السكشن بتاع الايه النيو تشارج، وبيحسن الاكزوست بتاعه الايه الريزيدوال جوه السلندر، فاوفرول بتبقى افضل. يعني ما ينفعش تقفل بالظبط على التوب ديد سنتر او تفتح بالظبط عند التوب ديد سنتر، لازم تديني مساحه شويه ان انا ايه اعمل الكلام ده. زي ما نشوف ان انا الانتيك بفضل سايبه مفتوح. ليه بفضل سايبه مفتوح؟ لان هو البريشر لسه ما زال جوه السلندر ايه واطي، فهو عمال يسحب جاز، فما ينفعش اقفل عند البوتل ديد سنتر ولسه في غازات بتدخل، يبقى انا كده بخسر كميه من الغاز اللي المفروض تحسن لي الفوليومتريك افشنسي. طيب بعد كده في برضو الهاير باك فلو ات لو انجن سبيد، لما الانجن سبيد بتبقى قليله بيبقى في باك فلو، وبرضه هي some design use hot backflow to enhance fuel vaporization، زي ما قلت ان ممكن يسمح شويه الاكزوست جاز تدخل على الانتيك، فبالتالي تسخنه، فبالتالي يساعد في الايفابوريشن بتاع الجاز. طبعا لو في تيربو تشارجنج استحاله يكون في باك فلو، لان البريشر عالي فدايما بيزق في البوزيتيف دايركشن، فاستحاله ان الانتيك فالف مفتوح والبريشر عالي الاكزوست يخرج منين؟ من الانتيك. هنا بنقول variable valve time improve the problems بتاعت الايه الباك فلو، بمعنى اخر ان انا بقفل وبفتح عند تايمينج مظبوط اللي هو عنده المينيموم مثلا ايه باك فلو، او بيمنع الباك فلو من اللي من هنا لهنا. طيب نبص بقى على الفالف تايمينج، بنقول هنا ايه، نقرا بقى الكلام ده براحتنا كده، بنقول closing exhaust valve too early، لو قفلته بدري تمام بيعمل trapping of exhaust gases inside and loss of network due to high pressure at the end of the exhaust. ده لو انا ايه قفلت الاكزوست فالف بدري، تمام. طب لو قفلته متاخر، فهنا هيبقى في more valve overlap وبالتالي more backflow. شايفين هنا الكومبرومايز، او ان انا بقفل بدري او بقفل متاخر، ففي الحاله دي لازم اختار البيرفكت تايمينج اللي هو يديني احسن حاله من ناحيه ان انا ما يبقى فيش ترابنج اكسس اوف اكزوست جاز وما فيش باك فلو كتير، يبقى بالتالي somewhere in between بيبقى فيه اوبتيمم كونديشنز للكلام ده. طب نبص بقى مع بعض يا شباب للايه للجراف ده، مهم جدا ان انا ابص، لان كان في زميل منكم كان سال على حاجه وانا احب اجاوب عليها من خلال جراف زي ده في الانتيك، بس الجراف ده للاكزوست. نبص هنا الاكزوست بيحصل ازاي. نبص مع بعض تاني، انا هنا الفالف مقفول، ابتديت افتح فين؟ قبل الايه بوتوم ديد سنتر. اول ما فتحت عند هنا حصل ايه للفلوريت؟ طلع بقيمه كبيره جدا، تمام، ده اسمه بلو داون، اوكي، وبعدين ابتدى ينزل لغايه ما وصل البوتوم ديد سنتر، وبعدين نزل شويه، وبعدين ابتديت انا احرك البيستون من هنا وبزق الفلو لبره، فتقريبا من هنا بيبقى
شبه كونستنت لان البريشر بيبقى ثابت جوه والبريشر تقريبا ثابت بره فبيحصل مانج. شايفين الفلو هنا قد ايه يا شباب؟ الفلو ريت هنا عالي جدا لان البريشر جوه السيلندر عالي، فبالتالي بيساعد على خروج كميه كبيره جدا من الاكزوست جازز اللي هي تقريبا بتوصل ل 70% من التوتال ماس اللي موجوده ايه جوه، وبالتالي ده بيت الايه الفلو. وهنا قبل ما بيبتدي ان هو يقفل بعد التوب ديد سنتر شويه بيبقى فيه فالف اوفرلاب، هنا بيبقى فيه اللي هو الايه الباك فلو او الفلو من من هنا نيجاتيف، بدل ما يدخل من الاكزوست بيخرج من بدل ما يخرج من الاكزوست بيرجع تاني، وده اللي هو الايه النيجاتيف فلو عند الايه نهايه البروسيس. طيب انا عايز هقف هنا وهروح ل الجزء بتاع الانتيك. طيب الجزء بتاع الانتيك كان فيه زميل سال لما باجي احسب الماس فلو ريت بتاع الهواء يا شباب، فاكرين المعادله اللي كنا بحسبها منه؟ ما حدش لا اي برافو عليكم. فاكرين المعادله اللي كنا بنحسب منها الفلو ريت؟ طيب انا عايز ابص افكركم بالجراف ده اللي هو الماس فلو ريت خلال الانتيك فالف. لو احنا بصينا كده على الماس فلو ريت خلال الانتيك فالف، ادي السايكل كلها عباره عن تو ريفولوشنز، دي ريفولوشن وديت ايه ريفولوشن. هنا السكشن بيبدا من هنا تمام، من التوب ديد سنتر لغايه البوتوم ديد سنتر. انا بفتح قبل التوب ديد سنتر، فهنا في الفالف اوفرلاب زي ما قلنا. نبص بقى الفلو ريت، خليكم مركزين على الاخضر ده. شايفين فلو ريت عامل ازاي؟ صفر وبعدين بيطلع كده وبعدين بينزل، وبعدين هنا في نيجاتيف فلو هنا نيجاتيف فلو، هنا في نتيجه الفالف ايه اوفرلاب. طيب اول حاجه تفسيرنا لان الفلو هنا بيطلع وينزل كنا فسرناه قبل كده بان انا عندي دي حركه البيستون، بيبدا من صفر وينتهي بصفر، وفي النص يبقى ايه حركه البيستون سريعه، فحركه البيستون السريعه بتزود حركه الفلو. مظبوط، يعني انا البيستون وهو بيتحرك بسرعه بيسحب فلو اكتر تمام. ادي الفلو ريت ده اللي بسميه ام دوت. طب اللي انا بحسبه من هنا يا شباب الام دوت دي تمثل ايه؟ هل تمثل الكيرف ده؟ لا مش بتمثل الكيرف ده. الام دوت دي بتمثل افريج فاليو، شايفين الافريج فاليو دي اللي هو اللون ده، على السايكل كلها، كما لو كان خدت انا التوتال ماس دي وقسمتها على التوتال تايم اللي هي 720، يبقى انا الماس فلو ريت اللي انتم شايفينه ده هو ده اللي انا بحسبه من هنا. اتفضل يا احمد. اذن حضرتك يا دكتور معلش، ممكن الكيرف ده تاني نرجع بيه تاني. بص الكيرف ده بنقول انا هنا قافل، السكشن بيبدا من هنا، فانا بفتح قبل التوب ديد سنتر بفتح الفالف بتاعي، فنبص للكيرف الاخضر هنا بيبقى فيه نيجاتيف فلو نتيجه الايه الفالف اوفرلاب، وبعد كده الفلو بيعلى قوي وبعدين بينزل تاني تمام، وبعدين هنا برضو بيبقى فيه ايه باك فلو موجود عندي. لو انا بصيت للكيرف ده افسره ازاي؟ ليه بيعلى وبينزل؟ بالظبط ماشي مع حركه البيستون. حركه البيستون بتبقى زيرو عند التوب ديد سنتر وبتبقى زيرو عند البوتوم ديد سنتر، لكن اعلى سرعه ليها ان بتوين ما بين هنا وهنا، وبتعتمد على قيمه الار كابيتال دي تمام. فيبقى هنا السرعه بتاعه الجازز برضو بتزيد بالشكل ده. طب فاكرين المعادله دي زي ما قلنا بتديني الماس فلو ريت؟ الماس فلو ريت ده مش هو ده، لان الماس فلو ريت الاخضر ده هو متغير مع السايكل، زيرو زيرو وليه قيمه هنا ايه في المنطقه دي. يبقى هنا الماس فلو ريت ده هو الافريج على السايكل كلها. يعني ايه افريج على السايكل؟ لو انا حسبت التوتال ماس اللي دخلت السلندر تمام وقسمتها على التوتال تايم اللي هو 720 درجه يديني القيمه دي. طب هل دي تمثل دي؟ يبقى انا لو عملت انتجريشن لده وانتجريشن لده المفروض الاثنين ايه بيساووا بعض. برضه الام دوت فيول لما بجيب من الايرث فيول ريشيو بطلع الام دوت فيول اللي هي دي، هل دي هي الماس فيول ريت اللي بتتعمل من الانجكتور؟ لا طبعا، لان انا لو جبت التوتال ماس اوف فيول قسمتها على الانجكشن تايم هتبقى عاليه جدا جدا مقارنه بالايه بالخط الاحمر ده. ده كان رد على سؤال احد زمايلكم على موضوع الماس فلو ريت، ودي مهمه جدا لان ساعات بعضكم بيتلخبط ما بين الماس فلو ريت دي تمام
وما بين ايه الماس فلو ريت اللي هي الاخضر اللي موجود عندي. احمد اتفضل. ماشي يا دكتور. يعني الماس فلو ريت سواء كان هواء او فيول ده بيبقى على السايكل كلها صح كده؟ بالظبط كده بالظبط اللي هي بحسبه من المعادله دي. تمام. لكن الماس فلو ريت اللي هو من الانجكتور، يعني انا بعمل انجكشن، الماس فلو ريت من الانجكتور هي التوتال فيول مقسومه على التايم بتاع الانجكشن بس، مثلا يكون 20 درجه 30 درجه فبتبقى قيمته عاليه جدا. لكن انا لو خدت توتال ماس و قيمه صغيره دي ما بين ايه ما بين الاثنين. كذلك الماس ريت اوف اير ممكن تجيب الماس اوف اير توتال من هنا او تجيب الماس ريت اوف اير هنا وتطبقها في الزمن بتاع السايكل ككل. الماس ريت خلال الفالف ولا الماس ريت بتاعت السايكل كلها؟ يعني دلوقتي عايز احسب التوتال ماس مش ماس فلو ريت، عايز احسب التوتال ماس اللي دخلت في الكام. خلاص يبقى ترجع للمعادله بتاعت التوتال ماس من الايتا فوليومتريك. يعني ما يبقاش صح ان انا اجيب الماس فلو ريت تايم ده كده. يبقى هنا الماس اوف اير اهي ايتا فوليومتريك ام اير على رو في دي، بس تجيبها من هنا. تمام تمام. ما بس يا دكتور سؤال، هو ليه هنا شكل الجراف اختلف في الاكزوست؟ يعني شكل الانتج جراف غير الاكزوست جراف. معلش الخط بيقطع تاني حبيبي. ليه شكل الجراف هنا في الانتج مختلف عن الاكزوست؟ الجراف ايه؟ الجراف مختلف عن الاكزوست جراف. ده مختلف عن الاكزوست، ما هو لازم تمام، لان ده خلال الانتيك والتاني خلال الاكزوست. ده هنا في بريشر عالي وقت ما الفالف بيفتح، هناك مفيش عالي لان انا داخل من مين؟ من الاتموسفيريك بريشر. او سلندر وبره سلندر، فالفرق الضغطي مش عالي، الفرق عالي في ضغط 4 5 بار جوه وبفتح الفالف، فبيحصل عمليه، عشان كده بسميها بلو داون، حاجه بتخرج ايه نتيجه البريشر العالي. لو انا عندي تيربو تشارجر بيبقى البريشر عالي بس مش قوي، يعني البريشر مثلا 1.5 بار 2 بار بكتير قوي، مش 4 5 بار، فما بيحصلش الفلو ريت بيبقى كونفليكس. طب نكمل. هنا عندنا في سؤال بيقول لي 6.4 لتر V8 engine يعني 8 سلندر with compression ratio مدهوني operates on an air standard cycle and has exhaust process as shown below. يبقى دي الايه؟ السايكل ايه وده الاكزوست ايه بروسيس بتاعتي في المنطقه دي، بيبدا من هنا بلو داون وبعد كده بيكمل الاكزوست وبعد كده بيوصل من هنا لغايه الايه؟ التوب ديد سنتر. طبعا انا بتحرك البيستون من هنا من البوتم ديد سنتر لغايه الايه؟ التوب ديد سنتر. Maximum cycle temperature and pressure مديني temperature pressure عند النقطة دي when operating at 3600 RPM. يبقى الار بي ام بتاعتي given ومديني بقية البيانات دي. عايزين بيقول لي الاكزوست فالف effectively open at 50 degrees before bottom dead center، يبقى بيفتح هنا اهو. تمام، يبقى انا عرفت الانجل اللي بيفتح عنها. Calculate a time of exhaust blow down. يبقى انا total duration بتاعت blow down قد ايه يا شباب؟ 52 degrees. اجيب التايم بتاعها دي، ناسم الانجل دي او الديوريشن دي على 6n، الn بالار بي ام، يبقى طلع التايم بالسكند. وبعدين الجزء الثاني percent of exhaust valve that exit the cylinder during blow down، عايز اعرف نسبه الاكزوست اللي خرج اثناء البلو داون. يبقى النسبه احسبها ازاي؟ الماس قبل وماينس الماس بعد على الماس انيشال. يعني ايه؟ اقول الماس وقت ما فتحت الفالف ماينس الماس اللي جوه السلندر بعد ما وصل البوتوم ديد سنتر على الماس اللي هي وقت ما فتحت الفالف. يبقى دي ادتني اللي هي البرسنتج. نشوف نحسبها ازاي. الماس طبعا من الايكويشن اوف ستيت بي في ايكوالز ام ار تي، يبقى الماس بتساوي ايه؟ بتساوي بي في على ار تي. يبقى انا محتاج اعرف البريشر والفوليوم والتمبتشر عشان اعرف الماس عند النقطه دي، وبرضه محتاج هنا البريشر والفوليوم والتمبتشر عشان اعرف الماس ايه عند النقطه دي. تمام، وبالتالي اطلع الماس هنا والماس هنا واجيب الايه؟ البرسنتج. وبعد كده عايزين اكزوست سوري الاكزيت فيلوسيتي ات ذا ستارت بلو داون، يعني انا عايز الاكزيت فيلوسيتي هنا اللي هي سكوير كي ار تي عند النقطه دي.
assuming stroke flow occurs. طب نكتب الداتا بتاعتي يبقى البلو داون 52 degrees اقسمها على 6N طلعت التايم بتاعي حوالي 2.4 ملي سكند. بعد كده البرسنتج ان انا بقول الماس at the opening اللي هو عند النقطة دي minus الماس remaining هنا على الاوريجينال ماس at the opening يبقى ده يديني البرسنتج. وقلنا الماس بتساوي BV over RT. طيب البريشر هنا اجيبه منين والفوليوم اجيبه منين والتمبتشر هنا اجيبها منين؟ ما بين 3 و4. انا عارف الكونديشنز عن 3 بالكامل مظبوط، وعارف الانجل هنا. طب لو انا عارف الانجل هنا اقدر اجيب الفوليوم ولا لا يا شباب؟ في علاقه ما بين الفوليوم والفي سي عند كل كرانك انجل، وبالتالي اقدر اجيب الايه الفوليوم لو انا عارف الفي سي. طبعا انا عارف هنا السايز وعارف الكومبريشن ريشيو، يبقى اضرب الايه الكليرنس فوليوم ومنه اطلع الايه الفوليوم عند النقطه دي. يبقى هنا قلنا الماس ات اكزوست فالف اوبن بيساوي البريشر في الفوليوم على ار تي اكزوست فالف اوبن، والماس افتر بي في برضو على ار تي. هنا الماس عند الاكزوست فالف اوبن تمام، خدوا بالكم من 1 ل 2 ل 3 ل 4 الفالفات كلها مقفوله صح، يبقى الماس اللي جوه شكلها ايه كونست. يبقى انا لو حسبت الماس من نقطه 3 او حسبت الماس من نقطه 2 او حسبت الماس من نقطه 1 هي الماس عند النقطه دي. وضحت؟ يبقى انا عشان اجيب الماس هنا هي الماس اللي هنا هي الماس اللي هنا هي الماس اللي هنا، يبقى هي بتساوي ام 3 اللي بتساوي بي 3 في 3 على في 3. يبقى في 3 اللي هي بتساوي في سي تمام، ومنها من اقدر اجيب اللي هي الفي سي من معلوميه الفي دي. في 3 بتساوي القيمه دي، وبعد كده اجيب من هنا الماس تساوي ام 3 وهي فانكشن في الفي 3 اللي هي دي، اطلع الايه الماس. يبقى دي اول حاجه الماس طلعت حوالي 1.5 جرام. بركز تاني وتالت وعاشر، احنا لما بنقول ان يبقى انا عندي سنس ارقام، بمعنى الارقام كده مش هبهزر بحطها وتعدي عليا كده مرور الكرام. كذا ولا بالجرام ولا كده، يبقى انا عندي نوت طلعت الماس في الانجن دي تمام حوالي 1.5 جرام جوه الايه جوه الانجن. طيب بعد كده الماس افتر بلو داون، يبقى هنا البي افتر بلو داون في الفي على الار تي. يبقى هنا بنقول البي افتر بلو داون يعني انا مجرد ما فتحت هنا حصل اكسبانشن لغايه لما وصلت الايه للنقطه دي. يبقى انا لو عايز اجيب الماس هنا بقول الدينستي بعد الاكسبانشن اللي هو بعد ما وصل لنقطه 7، الدينستي هي بي على ار تي في الفوليوم 4. يبقى بي 7 احنا عارفينها، وتي 7 اجيبها من الاكسبانشن ايزنتروبيك اكسبانشن، يا اما من 4 ل 7 او من 3 ل 7 تمام. واقدر اجيب في 4 اللي هو الفي دي بلس في سي، والتي 7 اوفر تي 3 بتساوي بي 7 اوفر بي 3 جبار كي ماينس 1 اوفر كي اللي هو اكسبانشن من 3 ل 7. اوكي يبقى جبت من هنا تي 7، يبقى من هنا جبت الماس، وجبت هنا الماس افتر ايه بلو داون. طبعا الرقم بقى المهم جدا زي ما قلنا اللي احنا بنقول عليه ان 70% من الماس خرجت في فتره البلو داون بس، وبقيت ال 28% خرجوا نتيجه ايه حركه البستون من تحت لفوق. واضحه؟ اجين ليه يا محمد؟ اتفضل. دكتور بس معلش النقطه بس ان هو مش ان الاكزوست فالف اوبن لحد نقطه 7، هو ايه اللي حصل بس؟ برافو عليك. انا دلوقتي نرجع تاني بنيجي نقول ايه، انا لو هنا رحت للكلام ده بمجرد ما بفتح الفالف ده ايه اللي بيحصل؟ ها قول لي. بيبتدي يطلع الاكزوست يا دكتور. تمام. اللي بره بريشر كام؟ اتموسفير. تمام، اللي هو البي اكزوست اللي هو بي 7. يبقى مجرد ما بفتح الغازات بتتمدد تمام لغايه لما توصل لمين؟ للكونديشنز بتاعت 7. يبقى عشان اجيب الماس هنا اهو
بقول الدنسي بتاعت الجازز، خد بالك دي ما بقتش كلوزد سايكل ان او كلوزد ماس هنا او كلوزد سيستم، دي بقت اوبن سيستم، جزء بره وجزء ايه، ها جزء من الماس بره وجزء من الماس ايه تمام. يبقى لما حصل تمدد يبقى كلهم بقوا ليهم دنسي واحده اللي هي دنسي افتر اكسبانشن اللي هو هنا اللي هي بي على ار تي، وعشان اجيب الماس هنا بضرب الدنسي دي في الفوليوم ده. وضحت؟ تمام. الو في حد بيسال؟ معلش يا دكتور تاني معلش، يعني ليه ما اخدش البروسيس او البريشر والتمبريتشر على نقطه 4؟ ليه انا خارج بره على نقطه 7؟ انا مش فاهم كويس قوي. من هنا لغايه 4 هل انا عندي كلوز سيستم ولا اوبن سيستم؟ اوبن سيستم. برافو عليك، يبقى ما فيش عندي كنترول ماس صح؟ تمام. وانا ما فيش كنترول ماس، انا بتكلم لو انا عايز اخد الكنترول ماس هاخد الماس كلها بعد ما فتحت الفالف، جزء منها جوه وجزء ايه بره. طب وصلوا انهي بريشر؟ هو فنفترض ان هو هيبقى ستيدي ستيت فعند البريشر الاخير بالظبط اللي هو كام؟ 7. تمام، يبقى بالتالي الدنسي بتاعتي بتاعت الغازات كلها بقت هي الدنسي ات 7. يبقى عشان يجيب الماس ات 4 بقول الدنسي تايمز ماس، سوري تايمز فوليوم، يبقى الدنسي هنا تايمز الفوليوم ده. طب والبريشر البي 7 ده هيبقى الاتموسفيريك؟ بالظبط اللي هو اعلى شويه من الاتموسفيريك اللي هو موجود في الاكزوست مانيفولد. تمام شكرا. العفو. يبقى هنا وصلنا ان انا عندي تقريبا 70% خرجوا، وهنا السرعه عند الاكزوست فالف اوبن بتساوي سكوير روت اوف كي ار تي، يبقى اجيب التمبتشر عند الاكزوست فالف اوبن، يبقى انا بعمل هنا ايزنتروبيك ايكويشن ما بين 3 وما بين الاكزوست فالف اوبن، جبت التمبتشر حطيتها هنا طلعت السرعه بتاعتي، وبالتالي قدرت ان انا اجيب الايه، طبعا عشان اجيب الفوليوم عند الاكزوست فالف اوبن بعوض في المعادله دي بقيمه السيتا وقيمه الار والكمبريشن ريشيو، يبقى طلعت من هنا الايه الفي بحطها اطلع عليه التمبتشر، وبالتالي اطلع عليه السرعه حوالي 700 متر بير سكند. طب الاكزوست فالفز بنقول ايه هي اصغر من الانلت فالف، هنعرف ليه السبب، ودي مهمه جدا تعرف السبب وتقدر تفرق ما بين الانتيك وما بين الاكزوست مجرد من النظر. لو انت بالصدفه كده اتفتحت لك موتور بصيت على الفالفات وحد سالك مين فيهم الانتيك ومين فيهم الاكزوست، يبقى انت دايما بتبص على الاصغر منهم فين، هو دوت الاكزوست فالف والاكبر هو الانتيك فالف، مش عشان ان احنا بنقول انا عايز اكبر الانتيك عشان يدخل كذا، لا هو نتيجه هنا في علاقه معينه هنعرفها كمان شويه. هنا بنقول عند الاكزوست فالف بيبقى فيه هاير بريشر ديفرنس بمقارنه بمين؟ بالانتيك، والتمبتشر بتبقى اعلى مقارنه بالانتيك، الانتيك بيدخل هواء درجه حرارته تقريبا هي الاتموسفيريك، لكن الاكزوست بيغرق جازز درجه حرارتها بتبقى فوق ال 1000 درجه. تمام؟ وهنا السرعه سونيك سبيد ان اكزوست فلو از اولموست از مور ذان ذات ان ذا انتيك فالف، لان هي سكوير اوف كي ار تي. طبعا هنا تي بتاعت الانتيك الامبيانت وهنا تي بتاعت الاكزوست اعلى، فبالتالي السونيك سبيد هنا في الاكزوست فالف اعلى منها في الانتيك فالف. طيب السايز بقى هو ده بقى اللي بيخليني ايه ليه ده اصغر من ده. المعادله دي بتنطبق على الانتيك وعلى الاكزوست زي بعضها. يبقى هنا الاريا بتاعت الانتيك بتساوي كونستانت في البور الدايمتر سكوير تايمز اللي هو الافرج بيستون سبيد عند الماكسيموم ار بي ام. خد بالك الماكسيموم ار بي ام دي انهي ار بي ام يا شباب؟ هل دي عن الماكسيموم خالص ولا عند النقطه اللي فيها مين؟ اللي فيها البيك بريشر. فاكرين الكيرف اللي انا وريته لكم ان الباور بتعلى بتعلى بعدين مره واحده بتنزل؟ فاكرين الكيرف ده؟ انا عندي الباور البريك باور بتعلى بتنزل، وفسرناها بايه؟ بالفريكشن باور بيتناسب مع الفريكشن باور بيزيد. برافو عليكم، ممتاز. يبقى هنا دي عند الماكسيموم بتاعتي، يعني يبقى لو الار بي ام دي 5500 او 6000 يبقى دي الار بي ام اللي بنتكلم عليها. يبقى هنا علاقه ده، طب ليه انا عملته كده؟ او سوري هم ليه عملوه كده؟
لان انا بعمل دايما بحسب على الماكسيمم بوسيبل فلو ريت اللي ممكن تعدي من الفالف ده، سواء تعدي بالانتيك او تعدي في الايه في الاكزوست، حسبتها بناء على الكلام ده. يبقى الكونستنت ده بيكون معروف للفالف، وده الديامتر بتاع الايه بتاع البيستون او السيلندر، ودي السونيك سبيد سواء كانت للانتيك جازز او الاكزوست جاز، هي سكوير روت اوف كي ار تي. تمام. طيب يبقى معنى كده ان انا لو جيت قسمت الاريا بتاعت الاكزوست تمام على الاريا بتاعت الانتيك تمام، خد نفس المعادله، خد نفس ايه، يبقى البي سكوير هتروح مع البي سكوير هناك، والافرج بيستون سبيد هتروح مع الافرج بيستون سبيد، وهنفترض ان الكونسل ده هو هو الى حد ما، يبقى يتفضل مين على مين؟ السرعه دي على السرعه الثانيه. السرعه دي هي سكوير روت اوف كي ار تي اكزوست، وهناك سكوير روت اوف كي ار تي انتيك. يبقى بالتالي الريشيو ما بين الاكزوست للانتيك فالف هي الريشيو ما بين التمبتشر بتاعت الانتيك على التمبتشر بتاعت الاكزوست، وطبعا دي بتكون اقل من واحد، وبالتالي هنا الاكزوست فالف بيكون اصغر من الانتيك فالف بحوالي 10-20%. وضحت يا شباب؟ يبقى هو ده اللي هو بيخلي لي او بيحكمني ان لازم الاكزوست فالف يكون اصغر من الانتيك ايه فالف. بسام؟ طب يا دكتور، يعني انا ايه اللي وصلني ان انا المعادله اللي فاتت ديت يعني يكون ان هي تكون فانكشن فيها اصلا التمبريتشر بتاعت، قصدي ان هو اليو بي ماكس على على سي، ايه اللي خلاني ادخل فكره السرعه في المعادله بتاعت الاريا ديت؟ يعني منين انا وصلت لحاجه زي كده؟ دي معادله اساسا، دي حاجه ليها علاقه ما بين لما اجي مثلا ايه بقول الرو فيلوسيتي في الاريا تمام، فانا عندي الاريا لو انها ليها علاقه، الاريا بتاعت الفالف ليها علاقه بالاريا بتاعت الايه بتاعت البيستون، لان في بعد كده كان في علاقه انا كنت اديتها لكم ان انا الديامتر بتاعت الفالف بيبقى ربع الايه الديامتر بتاع كذا، فبالتالي في علاقات مع بعضها، العلاقات دي وصلتني للمعادله اللي قدامنا دي. اوكي، طبعا الديريفيشن بتاعها مش مطلوب منك انت تعرفه، بس هي at the end of the game وصلنا لايه للعلاقة دي، إن العلاقة ما بين الأريا بتاعت الفالفات تمام function في البور ديامتر function في الماكسيموم، وده لوجيك ليه للماكسيموم؟ لأن دي الماكسيموم velocity اللي هتعدي من جوه الفالف، الماكسيموم إيه؟ velocity اللي هتعدي من الفالف يعني maximum flow rate، طبعا بتبقى عند الماكسيموم RPM مش نفس القيمة طبعا لأن دي الأفرج بيستون سبيد، لكن الفلو اللي ماشي من الفالف بيتناسب مع الكلام ده، كل ما البيستون سبيد بتعلى كل ما الفلو ريت بيعلى من قلب الايه اللي بيعدي من الفالف. فهم وصلوا للمعادله دي، ولو انها فانكشن في ايه في السونيك سبيد، لان انا بفتح فالسرعه بتوصل في بدايه الفتح للسونيك سبيد، والكونستنت ده بيعتمد على كذا حاجه من ضمنها ديزاين بتاع الفالف، من ضمنها شويه بارامترز، وده بيكون في حدود مثلا 0.8 او حاجه زي كده. تمام يا دكتور. طيب معلش بس سؤال تاني بخصوص الكيرف بتاع الام فيول بتاعت الانجكشن تايم، الماس فلو ريت بتاع الفيول في الانجكشن تايم، هل هو بيفلكتويت ولا هو هوريزونتال لاين؟ لا طبعا هو لو انت الاكشن على الدوريشن بتاعت الانجكشن، مش الاوفرول بتاع السايكل. لا اثناء انا كنت اديت لكم في كيرف قبل كده عباره عن، يعني انا لو برسم من اهوت هتبقى حاجه ماشيه كده، وبعدين بينزل تقريبا الى حد ما كونستنت مع نزول شويه اثناء ما الانجكتور مفتوح، وبعدين اول ما بقفل الانجكتور بينزل. يعني مش شبه مش شبه ان هو بيزيد مع البيستون سبيد وبيقل مع البيستون سبيد. برافو عليك، لان الثاني ليه علاقه بفتحه الناصل. تمام، شكرا يا دكتور. العفو. طيب الاكزوست تمبرتشر زي ما قلنا ان انا ممكن اقيسها بثيرموكابل، بس هي عشان زي ما بيقول ايه فانكشن اوف تايم، لانها ايه ما هياش كونتينوس، فانا ممكن اعمل انتجريشن اوفر تايم للماس فلو ريت في السي بي تي على الام دوت في السي بي في دي تي، بس ده ممكن اقدر اقيسه مباشره بايه بحاجه اسمها ثيرموكابل عند الاكزوست. انا اللي يهمني شويه نقط كده ناخدها كده بسرعه مع بعض ونفهمها، ان الافرج تمبرتشر اللي طالعه من السبارك اجنيشن وعايز اقارنها بعد كده بالكومبريشن اجنيشن، هنا بتبقى في حدود من 400-600 الاكزوست جاز تمبرتشر، وعند الايدل اوبريشن بتبقى التمبرتشر اقل. طبعا ليه التمبرتشر اقل؟ لان هنا
في باور، لكن هنا تقريبا الباور قليله، فبالتالي التمبرتشر بتاعت الاكزوست كمان بتكون ايه قليله. عندي الماكسيمم باور لما بحمل الانجن جامد وباخد منها باور عالي قوي، طبعا التمبرتشر لازم بتزيد توصل ل 900 درجه. مقارنه بقى بالايه بالديزل، هتلاقي ان الديزل من 200 ل 500. طب حد يقول لي ليه الفرق ده؟ ليه هنا البترول انجن التمبرتشر بتاعتها اعلى من الديزل انجن للاكزوست؟ يعني خد بالك اكزوست خارج بدرجه حراره عاليه معناها لوسز اكتر، معناها ايه؟ هيت خارجه مع الجازز دي، يعني انا بفقد كميه حراره اكتر في البترول اكتر من الديزل. عشان ريزيدوال، عشان عندي ريزيدوال، بس هو ده اللي خارج. ممكن يا دكتور عشان الكومبريشن ريشيو في الكومبريشن بتبقى اعلى، فبقدر اوصل لاكسبانشن بدرجه حراره اقل والضغط اقل طبعا. لان انا يعني هو اجابتك الى حد ما جزء منها صح، ان انا بتكلم على الكومبريشن ريشيو والباور، لكن كمان نفتكر تاني ان الديزل انجن انا بسحب هواء بس وبعمل انجكشن للفيول، فموست اوف ذا تايم انا بتعامل مع لين ميكشر، فاللين ميكشر بحرق فيه كميه فيول على كميه هواء كبير، فطبيعي الافريج تمبرتشر بتكون ايه اقل من الافريج تمبرتشر في الايه سبارك اجنيشن، وده كمان سبب من الاسباب اللي بيخلي لي ان الديزل انجن بتبقى الفيول كونسومشن بتاعها اقل من البترول انجن، وده دايما حاجه كانت بتحفز الناس ان هم يحبوا دايما يشتروا العربيات الديزل اكتر من عربيات البنزين، لان الايه الاستهلاك فيها بيكون ايه اقل، وبالتالي هو بيدفع بنزين اقل وبالتالي او ديزل سولار اقل، وبالتالي على اللونج ران هو بيكلف استهلاك اقل من استهلاك بتاع ليه العربيه البنزين، فده بيبين لي هنا ان الكميه دي بتكون ايه اعلى. طيب عايز حضرتك اتفضل يا حبيبي. ماشي تاني، هو ليه الفاريشن بتاع التمبريتشر على حسب اللود؟ مش انا كده كده بحرق فيول نفس النوع بيبقى الاير تو فيول ريشيو هي المفروض الماكسيمم تمبريتشر تبقى هي ما ده اللي لسه قايله، ان هنا الاير تو فيول ريشيو مش هي انا بحرق في الديزل. لا مش في الديزل، انا بتكلم مثلا في السبارك اجنيشن الفاريشن على حسب اللود. انت ده يعني مثلا في الايدل. لا 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 انا ما بزود اللود، لو خدت بالك من المودز اللي انا شرحتها المحاضره اللي فاتت، لما اكون عند فول باور بشتغل ريتش صح؟ تمام تمام، بدي اقصى كميه ممكنه من الفيول فبحرق وبديني انرجي عالي قوي، ومن الطبيعي يطلع اكزوست برضو بانرجي عالي. تمام. طب ما انا برضو بحرق ريتش في الايدل. فين؟ ما انا برضو بحرق ريتش في الايدل كونديشنز. لا بس لا لا بس اللود اللي انا بحرق بيه الريتش قليل، يعني انا الريت بتاعي والار بي ام قليله، يعني الار بي ام هنا مثلا بتبقى 600 هنا بتوصل مثلا 4000 5000 بالك. فانا ار بي ام معناها ايه؟ بحرق ممكن نفس كميه الفيول بس في زمن اقل او معدل اسرع. تمام. طيب شكرا. العفو حبيبي. ناخد هنا سؤال تاني، سوري، بيقول لي هنا الاكزامبل بتاع بروبلم 1 في هنا when the exhaust valve open and blow down occurs the first element of flow have high sonic speed and high kinetic energy. دي النقطة اللي أنا قلتها، إن أنا عندي التمبرتشر الأكشوال مش هي التمبرتشر أنا حسبتها عند 7، لا هي أكتر من 7 لأن في كينيتيك إنرجي تتحول لإنفلبي. فهنا بيقول لي هنا إيه؟ بيشرح لك الجزئية دي في المسألة دي. The high velocity is quickly dissipated in the exhaust manifold where flow velocity is relatively low. يبقى أنا طلعت بسونيك سبيد، حصل ديسيلريشن سريع للغازز نفسها، فالجازز الفلوسي بتاعتها قالت طب الكينيتيك انرجي راحت فين؟ طبعا من الفيرست لو ثيرمودينامكس يقول اي انرجي طالما حصل ان الانرجي دي راحت لازم تتحول لحاجه ثانيه، مفيش حاجه ان انرجي ايه كان نايذر بي كريتد نور ديسترويد، يبقى ما ينفعش ان انا نعمل ديستروي للانرجي، هي بتتحول لحاجه ثانيه. فقال لك هنا الكينيتيك انرجي اوف جازز كونفرتد تو اديشنال انثالبي وذ ان انكريز ان تمبرتشر. كالكوليت ذا ثريتيكال ماكسيمم تمبرتشر ان ذا اكزوست اي فلو في البروبلم اللي قبل كده، يبقى انا حاسب التمبرتشر هضيف عليها الايه الكينيتيك انرجي. فهذه المساله هنا، فبنقول ان انا عندي الدلتا كينيتيك انرجي بتساوي السي بي في الدلتا تي، يبقى انا هنا
زودت التمبرتشر بمقدار الايه الكينيتيك انرجي. كينيتيك انرجي هاف في سكوير ماينس في سكوير، بس انا اعتبرت الفي الاخيره بزيرو تقريبا، يعني هو طلع بالسونيك بعدين حصل ديلتريشن مثلا لغايه ايه زيرو فيلوسيتي، فهنا اف في سكوير بتساوي سي بي في تي ماكسيمم ماينس تي اكزوست فالف اوبن. يبقى هنا من المعادله دي هتلاحظ ان انا خارج ب 760 تقريبا، وصلت هنا 970، يبقى في تقريبا 200 درجه زياده في الكينيتيك انرجي ايه اللي حصل. طيب وانا ليه بطلع سوني؟ عشان اي حاجه وانت بتفتحها في الاول بتبقى الاريا صغيره جدا والبريشر ريشيو عالي، فالبريشر ريشيو ده هو اللي بيوديني للسونيك سبيد. طب وده برضو في الانتيك ولا في الانتيك؟ برضو لان بفتح قليل وببتدي اسحب، فبرضو السرعه بتوصل لايه نتيجه. وبص اللي يوصل لنا البريشر ريشيو هو ده اللي يقول لي اللي هتبقى فيها سونيك او مش سونيك. المعادله اللي انا وريتها لك قبل كده فانكشن في الكي، فلو الدلتا بي بتحقق لي المعادله دي نوصل للسونيك سبيد، لو ما حققتهاش مش هوصل للسونيك سبيد. تمام. وخد بالك انا معظم الحسابات اللي بنتكلم عليها هنا اهوت عند كونديشنز معينه، عشان لما باجي اعمل ديزاين للانجن انا مش في حاجه مهمه مش عايز اوصل للشوكينج كونديشنز، اللي ان انا بوصل لكميه ماس ولو انا محتاج اكتر من كده مش هقدر اخد او مش هقدر اخرج. فبالتالي انا يهمني قوي ان انا احسب عند السونيك على اساس ان دي اقصى حاجه ممكنه. واضحه؟ تمام. طيب الاكزوست مانيفولد مصنع من ايه؟ اول حاجه طبعا الاكزوست مانيفولد مختلف عن الانتيك. ليه؟ الانتيك بيدخل هواء درجه حراره ايه واطيه، لكن الاكزوست بيخرج مين؟ غازات درجه حرارتها الايه عاليه. فالاكزوست بيستخدم من كاست ايرن عشان يستحمل الحراره الايه العاليه عن الانتيك، وبحاول انا اقربه من الانتيك مانيفولد عشان اسخن بيه الايه الفيول شويه عشان يساعد على الفيول ايه ايفابوريشن. ممكن اعمل شويه رياكشنز جوه زي ما خدته مع دكتور حاتم، في بوليوشن بيطلع من الانجن، يا اما اعمل عليه كنترول من جوه الانجن، يا اما وهو خارج ابتدي اعمل عليه كنترول بان انا احرق الايه الحاجات اللي انا مش عايزاها، السي او زي النوكس زي الحاجات دي كلها، فممكن نتعامل معها بره. فمن ضمن اللي اتعامل معاهم بره اللي هو السي او، فهنا ممكن السي او لو حرقته مع الاكسجين يديني سي او 2، يبقى بالتالي انا ايه قضيت على السي او قبل ما يخرج للاكزوست. وبعض الانجن بروفايد انسوليتد اكزوست مانيفولد عشان يساعد عمليه الايه الرياكشن، ودي بسميها ثيرمال كونفرتر. احيانا طبعا ده مش موجود في العربيات، هو اير تانك بيتحط عشان يزود هواء للايه للاكزوست مانيفولد عشان يعمل عمليه عشان يديني اكسجين كافي ان هو يحرق السي او ويحوله لايه للسي او 2. طبعا ناخد بالنا مهم جدا، قلنا قبل كده حاجه اسمها exhaust gas recirculation، فاكرينه ده الوظيفه بتاعته الاساسيه ان هو يقلل درجه الحراره عشان يمنع النقص. تمام. فهنا السنسورز بيبقى لوكيتد في المانيفولد فور تو بيتر كنترول ذا انجن ثرو ذا انجن مانجمنت سيستم تو ادجاست الاير فيول ريشيو، مهم جدا، وادجاست الايه الاي جي ار. دول موجودين في الاكزوست مانيفولد عشان يدوني فيدباك سيجنال للكنترول عشان يتحكم في الاير فيول ريشيو ويتحكم في نسبه الايه الاي جي ار. فاكرين التيونينج بتاع الانتيك يا شباب؟ يعني انا بعمل تيونينج للانتيك، نرجع نفتكرها مع بعض. احنا بنقول الفلو هو داخل او هو خارج بيبقى اوسيليتنج، يعني الفالف بيفتح وبيقفل، فبالتالي الفلو بيبقى اوسيليتنج وفي بريشر ويف رايحه وبريشر ويف مالها جايه. احسن ان هو يكون انهانسمنت في الانتيك بحيث ان انا ازود في الانتيك، يبقى اعمل انهانسمنت للبريشر ويف بحيث ان انا ادخل كميه ماس فلوريت اكتر، انما في الاكزوست بحب ان انا اعمل لها كانسليشن. برافو عليك. يبقى هنا التيونينج عكس التيونينج في الايه في الحاله الثانيه، ان انا بيبقى اوت اوف فيز، يبقى هنا بعمل كانسليشن للويفز، فبالتالي بقلل البريشر عند المخرج، فبالتالي بيساعد على خروج جازز اكتر من ايه من الاكزوست مانيفولد. المانيفولد تيوند وين ريفلكتد ويف از اوت اوف فيز بالنسبه لده. طيب ذيس تيبيكالي اوكيرز برضو عند وان انجن سبيد، ما اقدرش اعملها عند كل انجن سبيدز، وبرضو المانيفولد بيديزاين فور وان انجن سبيد. ان هاي بيرفورمانس انجن مي هاف فاريبل لينث للرانر عشان
يقدر يتحكم لي فور ديفرنت سبيد. بس طبعا الكوميرشال انجنز ما فيهاش الكلام دوت. بعض الانجنز may have dual runners بديفرنت لينثز، يعني واحد كبير واحد صغير، بتحس يتحكم برضو الايه اللينث او توتال لينث مع ديفرنت اي ار بي ام. اخر حاجه ناخدها بقى هو زي ما قلنا التيربو تشارجر اللي بيكون موجود على الاكزوست. والتيربو تشارجر وظيفته الاساسيه ان هو درايف كومبريسور عشان يدخل الهواء عند بريشر عالي ودنسيتي عالي، فده اللي هو ايه التيربو تشارجر. وبيكون موجود على الاكزوست تربينه بتاخد الغازات تشغل الكومبريسور يدخل الهواء ايه كومبريست على الانتيك. يبقى ده اللي هو الايه التيربو تشارجر. وبنا ايه البريشر ريشيو تقريبا صغيره ما تبقاش عالي قوي. وطبعا ناخد بالنا ان انا التيربو تشارجر لازم اكون حريص في استخدامه في مين، في السبارك اجنيشن. ليه؟ ها لو انا ايه ليميت معين لازم ان انا ما عدوش عشان خاطر السيلف اجنيشن. تمام، عشان ما يحصلش نوكينج. خلاص، يبقى السيلف اجنيشن هو العدو اللدود للتيربو تشارجر. يبقى بالتالي انا في السبارك اجنيشن مش عايز اوصل للسيلف اجنيشن، لكن في الديزل جو اهيد ما عندكش مشكله، لان انت بالعكس انت عايز توصل للسيلف اجنيشن وعايز بريشرز عاليه عشان توصل للتمبرتشرز عاليه وتعمل عمليه الايه السيلف اجنيشن. زي ما انتم شايفين التوربينات مثلا بتلف بحوالي 100 دكتور لفه. اتفضل يا شوان. معلش يا دكتور، ممكن تشرح الحته بتاعت التيربو تشارجر على كتب السيلف اجنيشن تاني عشان تمام. بص انا دلوقتي لو انا بتكلم على سبارك اجنيشن، تمام، انا عندي مشكله كبيره في السبارك اجنيشن لو الكومبريشن ريشيو عليت، بمعنى ان البريشر يعلى زياده عن حد معين هيوصل تيمبرتشر زياده عن حد السيلف اجنيشن بتاع الفيول، يبقى بالتالي هيحصل عمليه سيلف اجنيشن. فالتيربو تشارجر وظيفتها ان انا تعمل كومبريشن للهواء، معنى ان انا اعمل كومبريشن للهواء يبقى الهواء يدخل مضغوط، فلما اجي اضغطه تاني بالكومبريشن ستروك، تمام، هيديني بريشر اعلى من اللازم، والبريشر اعلى من اللازم تمبرتشر اعلى من اللازم توصلني للسيلف اجنيشن، وده اللي احنا مش عايزينه. عشان كده التيربو تشارجر لما بستخدمه في البترول انجن ببقى حريص جدا ان انا ما اوصلش البريشر ماكسيمم في السايكل لانها تديني سيلف اجنيشن. وضحت؟ نعم يا دكتور، شكرا. نعم اتفضل. مين تاني؟ لو سمحت يا دكتور، هو التيربو تشارجر مش بيقلل الباك بريشر بتاع الاكزوست؟ اه طبعا، ما هو ده حاجه تانية. احنا لسه متكلمين على التيونينج، صح؟ تمام. التيونينج بيساعد ان انا اسحب. طب لو في تيربو تشارجر خلاص مفيش عمليه البريشر، بيبقى تقدر تقلله، البريشر بره بيكون عالي عشان ايه تشغل التربينه. فده بياخد شويه من ايه من الماس اللي ممكن تخرج اثناء البلو داون، وبالتالي انا ممكن افقد شويه من الايه من الباور في الحته دي. بس في النهايه نتيجه ان التيربو تشارجر بتزود الباور، فالاوفرول انكريز بيبقى في طبعا ان فيفر باستخدام الايه التيربو تشارجر. طب طالما هو يعني كويس يعني في اغلب الحالات، ليه مش بيبقى موجود يعني على طول؟ ما انا قلت لك ان انا بستخدمه في السبارك، بس لازم اكون حريص. اولا الانجن لازم تستحمل الكلام دوت، او اولا ان انا ما اوصلش للبريشر اللي يعمل لي سيلف اجنيشن، وان الانجن يستحمل الكلام ده، لان هو لو وصلني للبريشر ده لازم اقلل الايه البريشر ريشيو على على الكمبرسور. ما ينفعش اشتغل بالبريشر ريشيو عالي، لكن لما بنقل على الديزل لا اشتغل ومفيش مشكله. شوف يا دكتور. لا. Should be mounted as close as possible to the cylinder exhaust port عشان اخد البريشر بتاعه. طبعا مشكلته الاساسيه اسمها التيربو لاج. يعني ايه تيربو لاج؟ ان انا لو بحاول ادوس على الاكسلريتور ما بيدينيش ريسبونس سريع. ليه؟ انا بدوس، انا محتاج الاول غازات تخرج تشغل التربينه، وبعدين التربينه تشغل الكمبريسور، وبعدين تديني الباور اللي انا عايزه. فده اللي بسميه تيربو لاج. على عكس بقى السوبر تشارجر، السوبر تشارجر بتشتغل بميكانيكال كونكشن ما بينها وما بين الكرانك شافت، فبتاخد باور اوريدي من الانجن، فما فيش حاجه اسمها تيربو لاج. لكن العيب هناك ان انا عندي في باور بتستخدم من الايه من الانجن.
ادي هنا التوربينا الاكسبانشن من واحد من البريشر ده للبريشر ده. طبعا ده البريشر اللي خارج من الانجن وده البريشر في المانيفولد بره او الاكزوست مانيفولد، وبالتالي الاكسبانشن عندي ما بيبقاش ايزنتروبيك، بيبقى بالشكل ده. وده طبعا برضو البي في دياجرام الاكسبانشن من واحد ايه من واحد لاثنين. طبعا علاقه الكمبريسور باور بالتوربين باور هو الميكانيكال افشنسي، يعني انا الباور اللي انا بحصل عليها من التوربينا هي عباره الدلتا اتش اللي بتاعه الجازز في الماس فلوريد بتاعه الجازز، تمام، اي في دوت جاز سي بي جاز دلتا تي مضروبه في الميكانيكال افشنسي هتساوي الام دوت اير سي بي اير دلتا تي اير، تمام. فانت لو خدت بالك من هنا ده اللينك، وطبعا في علاقه ما بين ام دوت جاز وام دوت اير ان الام دوت جاز بتساوي ام دوت اير بلس ام دوت فيول بلس ريزيدوال. يبقى هنا ام دبليو دوت كومبريسور بتساوي ايتا ميكانيكال تايمز دبليو دوت تيرباين. اخر حاجه قلنا الاي جي ار، الاي جي ار اتكلمنا عليها قبل كده انها بجيب جازز وبسميه انرت جاز، انرت جاز ما بتتفعلش، تدخل على السلندر ما بتتفعلش، فبالتالي بتاخد انرجي من الكومبشن وبالتالي بتقلل التوتال تمبرتشر او الماكسيمم تمبرتشر جوه الانجن، وده طبعا بيعمل عمليه ايه لورنج للماكسيمم تمبرتشر، فبيعمل ريدكشن او بيقلل الايه النوكس جينريشن او بيمنحها لو انا بدخل كميه معينه. وطبعا الاي جي ار ليها ليميتيشن عندي، ما اقدرش ازود عن 20% اكتر من كده ان بيحصل عمليه ميس فاير ودي تبقى في مشكله. وطبعا لما بيجي اقول اي جي ار في اي كونديشن تاخد باور من الانجن. طب لو انا بشتغل عند الفول باور بوقف الاي جي ار خالص، يبقى بالتالي العربيه بتوقف الاي جي ار اثناء طبعا عمليه الايه الفول باور، لكن بتشتغل في الكروزنج اوبريشن زي ما شرحنا المحاضره اللي فاتت. طبعا الماتيريال بتاع التيل بايب والمافلر بيكون هنا في في حاجه اسمها كاتاليتيك كونفرتر، في مافلر بوكس اللي هو بيساعد على نو ريدكشن اوف نويز. طبعا البلسيتنج فلو دي هي اللي بتعمل النويز، فبيبقى في كده بوكس زي سايلنسر كده بيقلل الايه نويز من الانجن. طبعا في بعض الشباب بتعمل بتخرم البتاع ده او بتحط حاجه تعمل يعني تعمل صوت عالي عشان هم عاجبهم ان الانجن تكون خارجه بالكلام. وكده نكون خلصنا المحاضره دي، ولو عايزين اي اسئله شباب انا تحت امركم. دكتور معلش ممكن اسال سؤال كده، في التربو تشارج لو الثروت الفالف بتبقى قافله، يعني انا مش دايس مثلا على دواسه البنزين والتربو شغال والضغط شغال، تمام، طب هي انا مش عايز الضغط ده اصلا كله بيشتغل ازاي ولا بتقف ازاي؟ ما خد بالك طول ما انت بتدوس بتاخد باور، صح؟ اه. لما انت ما بتدوس هل بتدي لك باور؟ يعني لو انا مش دايس التربو مش بتشتغل اصلا، يعني الايدل مثلا بص حتى لو اشتغل بص حتى لو اشتغل بيشتغل على ريت قليل جدا، فما بيدينيش الباور اللي انا عايزه لان الانجن مش محتاجه الباور دي، واخد بالك؟ طبعا لو في بنتكلم بقى على بعض السوفيستيكيتد سيستمز بيوقف الكلام ده ليه؟ عشان خاطر ان هو يقلل استهلاكاتك من الانجن، فاهم قصدي؟ يعني دلوقتي لو مش محتاج تربو شغله ليه؟ صح؟ صح يا دكتور، تمام. فبالتالي انا هو بيتحكم فيه اذا الاي سي يو عادي التربو يحسسه، يعني في يعني مواتير جديده مثلا وفي كنترول ميكانيزم بحيث انها ايه لما ما بكونش انا محتاج باور وبشتغل ايدل مش محتاج تربو تشارج. تمام يا دكتور، شكرا. لا دكتور معلش اتفضل. هو حضرتك المحاضرة دي كده مش في الفاينل صح؟ لا في الفاينل. هو تقريبا حضرتك كنت قلت لمندوب الدفعة ان ممكن يعني تعمل زي تقييم او حاجة او كويز او اساينمنت ممكن نرفعه بكرة؟ لا 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 هو كان بيقترح كده، قلت له ما ينفعش لان انا لو بنتكلم على حاجة زي كده تمام لازم اقدر اعمل ايفالويشن زي ما اعمل لكم كويس كده في الايه في الامتحان، وبعدين ماتيريال كتبناها مش هينفع ان انا اقللها من الماتيريال بتاعت الفاينل. وبعدين زي ما انتم شايفين يا شباب الماتيريال دي مش يعني مش حاجه كبيره، يعني ما هياش
ده شوية حاجات بسيطة.